إذن تنضم إلينا من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية مراسلة الحدث. ولكن يبدو مشاهدينا أننا سننتقل مباشرة إلى سماع كلمة وزير الخارجية السعودي. أؤكد على أهمية حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية والدبلوماسية لضمان ازدهار منطقتنا. ومن هذا المنطلق نشكر دول حوار التعاون الآسيوي على دعمها لحل الدولتين واعترافها بدولة فلسطين، ونحث بقية دول العالم على الحذو حذوها، وهو ما دفعنا للمساهمة مع الأشقاء والأصدقاء في إنشاء التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين. أصحاب الجلالة وفخامة السمو المعالي، تشدد المملكة على أهمية تعزيز العمل الجماعي والتعاون بين دول الحوار لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا التجمع. فقارتنا الآسيوية تتمتع بإمكانات كبيرة وطاقات هائلة، وإذا استطعنا توحيد جهودنا فسوف نتمكن من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والتكنولوجيا والطاقة، والعمل معا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتؤكد المملكة على أهمية تعزيز التعاون وبالذات بين الدول النامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه العديد من تلك الدول. إن تبادل الخبرات وتعزيز التجارة والاستثمار فيما بين دولنا يشكل أساسا قويا لدفع عجلة التنمية المستدامة وتقليص الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية. وفي هذا السياق نشير إلى الدور المتزايد للرياضة في تعزيز العمل الدبلوماسي، فبقدرتها على تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية وتمثيلها جسرا يجمع الشعوب، تعد منصة لتعزيز التفاهم المتبادل وتطوير العلاقات بين الدول. إن المملكة تؤمن بأهمية الدبلوماسية الرياضية كوسيلة فعالة لتيسير الحوار البناء ودعم السلام والاستقرار، وتعمل المملكة باستمرار على تعزيز هذا القطاع من خلال استضافتها للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، ودعم لبرامج التنمية الرياضية التي تهدف إلى تمكين الشباب والمرأة وتكثيف التواصل مع العالم. وتدعو المملكة إلى تعزيز الأنشطة والمبادرات الرياضية التي تجمع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، بما يوحد جهودنا في بناء مستقبل أكثر توافقاً ونماءً لمنطقتنا. ختاماً، نكرر شكرنا لدولة قطر الشقيقة على استضافة هذه القمة، متطلعين إلى أن تثمر عن رؤية جديدة ومبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز التعاون الآسيوي لتحقيق مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا، استمعنا لكلمة وزير الخارجية السعودي. قال: نؤكد على أهمية حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية والدبلوماسية.